بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء بالمحاضرة الثانية للأورال ميديسن. أكو خطأ هنا بالعنوان أورال ميديسن Introduction to Oral Medicine صحيحة بالجملة الثانية and Oral Diagnosis Evaluation of Dental Patient. محاضرتنا اليوم هي عبارة عن صور، مجموعة من الصور اللي نشرح بيهن الاكسترا والانترا اورال اكزامينيشن وشون نسوي هذا الايفالويشن اوف دينتال بيشنت. نعم، بيشنت يعني من يجيك للعيادة أول ما يطب لك أكو فد جنرال لوكينج. هذا الجنرال لوكينج اللي شوف البيشنت عليها شلون راح يكون الجنرال لوكينج. هنا الاكسترا اورال اكزامينيشن راح اشوف الفيشل ستراكشر، راح اشوف الموفمنت اوف ذا بيشنت. الفيشل ستراكشرز ايش عندنا؟ احنا عندنا السكن، شوف السكن مالته ايرثي كلرز، قد يكون رينال ديزيز، اشوفه جرين تو يلو مثلا نيتروبينيك بيشنت، اشوف الكلرز مالته يلو هذا انيميك بيشنت. اذا الكلرز اوف ذا فيس يعطينا فد انطباع على سم ابنورماليتيز، سم ديزيز مهمه مثل ما انا عددتها، لكن هي مو موجوده، موجوده بالمحاضره بالتفصيل، لكن بالباوربوينت مطين فد مختصر. الفاسكولار ابنورماليتيز، شوف مثلا البيشنت يدخل عليك تشوف عنده انجيوما، زين هيمنجيوما شوفها او لينفنجيوما، شوف فد بين سوالينج، السوالينج يكون على اللون البلو تو بلاك، مثلا اسيمتري، نشوف الاسيمتري مال الفيس مثل ما راوناكم كيسات التي ام جي، نشوف انه اكو اسيمتري موجود، السر مثلا موجوده بالفيس، اكو نوديولز، اكو سوالينج. بعد بالفيس انت سوي بالبيشن للجو، بالبيشن للمسلز، شوف التندرنس، الابنورماليتيز والفيشيال نيرف اكزامينيشن. اذا انت عندك سكن، عندك مسل، عندك نيرف، عندك فاسكولار، وعندك البالبيت جو اند سوبرفيشال ابنورماليتيز، او المسل يقصد بها المسكولوسكيليتال مثل ما شرحنا احنا بالعملي. فانت اول شيء راح تجي تشوف الكلر، تشوف انه هذا مثل ما قلت لكم ايرثي كلر، تشوف جرين تو يلو، تشوف مثلا بيجمنتيشن موجوده، شوف مثلا بالاديسون ديزيز يصير برونز بيجمنتيشن وبراون بيجمنتيشن بري اورال ايريا، البيتس جيبر سيندروم كذلك يصير فد بيجمنتيشن. اذا الكلرز اوف ذا فيس راح يعطينا انطباع عن الديزيز المحتمل اللي انت من خلاله انه راح تشك اكو فد ممكن عده ديزيز معين وتدز الى لاب انفستيجيشن. اذا اهم نقطه عندك انت كبيشنت دنتال بيشنت يجيك وانت كدنتست، فمن يجيك هذا البيشنت انت لازم تسوي له اكسترا اورال اكزامينيشن. اول شيء هو جنرال لوكينج، بعدين انت شوف بالاضافه الى انه شوف الفاسكولار ابنورماليتيز، وشوف اكو السر، اكو سوالينج، اكو تندرنس، وشوف الفيشل نيرف اكزامينيشن. هذا الفيشل نيرف اكزامينيشن كوما مراجعين يجون العياده، هو يقول لك انا عندي مثلا لور فايف بها مشكله وسببت انه قعدت الصبح لقيت حلقي اعوج. تباوع بالحقيقه انه خلال 24 ساعه ممكن تعطيه دكساميثازون ممكن تنقذ حياه هذا البيشنت. لذلك انه الفيشل نيرف اكزامينيشن لك كلش مهم انت كدنتست. نجي الى الفيشل اكزامينيشن، اهم اكزامينيشن قلها براميني اسنانه، شو هز تيث، مثلا اليفيتد اي برو، زين بلو اوت، شوف هذا البيشنت شوفه انه اكو ديفكت عنده لو ما عنده ديفكت بالفيشيال نيرف.
تجي للليف نود، وهي اهم شيء بالاكسترا اورال اكزام. انا برايي الليف نود هي من اهم الاشياء بالاكسترا اورال اكزامينيشن. الليف نود اهم شيء هي اللي تعني شغلنا احنا اكثر شيء، هي السب مانديبولار والسب مينتال. زين، السب مانديبولار اكيد انه اللور تيث وبارت من الابر تيث، وكذلك السب مينتال، فمنشوفها انه تكون تندر للبالبيشن. هذا البالبيشن خلالها راح تعرفها سوفت، تعرفها تندر، تعرفها ريجولر، تعرفها مثلا بالسي اي يصير فيكست وإرريجولر. لذلك البالبيشن يعطيك انطباع عن الليجن الممكن يكون، يعني مثلا تجيك ألسر وشوف اكو لف ادينوباثي بيها، ومنشوف هاي اللف ادينوباثي راح تباوع انه هاي اللف نود وشوفها هارد الريجولار. دائما يكون ميولك انه هذه تاخذ بايوبسي، لان ممكن تكون هذه الالسر سي اي، خاصه اذا ظلها فتره اكثر من شهر فانت راح تكون بهذا الاتجاه. هنا انا افد صوره تقول لك الكوزز اوف لينفادينوباثي. احنا هنا شو وقت يصير عندنا لينفادينوباثي؟ مو بس بالسي اي، مو بس باللمفوما الهوتشكن ونون هوتشكن لنفوما وشوف اكو لنف ادينوباثي، لا، عندك سيالو ادينايتس. سيالو ادينايتس مثلا عندك فد انفكشن بالسلايبري جلاند، راح اشوف اكو سولنج باللف نود. سلايبري كالكولوس راح اشوف اكو، دا اكو عندنا سلايبري كالكولوس راح تجي تلقى اللف نود دائما هم تكون بيها تندرنس، بالاضافه الى سلايبري تيومرز اسوشيتد وذ لينفادينوباثي. الشوغرين سيندروم، يعني شفنا اهم شيء شوغرين سيندروم مثل هذه الكيس احنا اللي شفتوها بالعياده اللي اخذنا له بايوبسي وبعدين نتيجه الانتي نيوكليير انتي بودي طلعت بوزيتيف. الان هذا البيشنت اللي اخذنا له بايوبسي ده شفتوا اول شيء سالته على الليف نود، سالته على السلايفري جلاند، تورم عندك اكو سوالينج فيها او لا. زين، الاتش اي في والايدز بعيد عن ان شاء الله، والمالجنسي. طبعا هذه وين هنا؟ هنا السيالو، يقصد هنا السيالو ادينايتس اللي يصير منطقه السب مانديبولار جلاند، هذا كله ريليتد تو سب مانديبولار جلاند، لكن هذه اسوشيتد اولسو وذ لينف ادينايتس. يعني ممكن يصير لينف ادينايتس بهاي الحاله ممكن لا، بس هنا هذا الشرح المختصر راح يعطينا انطباع عن السب مانديبولار جلاند وهو حاطها بلون مختلف. شو يصير بالسب مانديبولار جلاند؟ ممكن كالكولاس، وهذا الكالكولاس ممكن يسبب لي انفكشن او انفلاميشن، ممكن يصير عندنا لف ادينايتس. سيالو ادينايتس ممكن يسبب لي لف ادينايتس. سلايفري تيومر ممكن اللف نود يصير لها انفيجن، او شوغرين سيندروم ممكن بالإضافة إلى السيالو أدينايتس يصير بيها لنف أدينايتس، الماليجنسي إلى آخره. بعد عندنا إحنا في هذه المنطقة الانتيريور بارت أوف نيك يصير عندنا بريكيال سيست، كاروتيد بودي تيومر، وهنا اللف نود بالبوستيرير بارت أوف ذا نيك دائما يكون، من يكون عندنا الانتيريور بارت أوف ذا نيك والبوستيرير بارت أوف ذا نيك، شوف لف نود سوالينج، قد يكون هذا الشيء فايرال وقد يكون مالجننت. الفايرال قد يكون انفكشيوس مونيكلوسيس، قد تكون بروسيلوسيس، روبيلا، سايتوميجالي فيروس، قد تكون تيوبركلوسيس. تيوبركلوسيس حتى دورات يطلع بيها بس بتكون بسنجل ليف نود. زين، هذا الاكزامينيشن اللي شوفوه هسه، الاكزامينيشن تكون انت بيهايند بيشنت والفور فينجرز بالانتيريا على الستيرنوكليدوماستويد مصل، وسوي بالبيشن شوف الليف نود الانتيريور بارت اوف ذا نيك. بوستيريور بارت هذا سكارين ليف نود، هذا سكارين ليف نود، تخلي هذا الاندكس فينجر وشوفها بالبابل اور نوت. بوستيريور اوف ذا بارت اوف ذا نيك راح تكون انت بامام البيشنت، ان فرونت ذا بيشنت، والفايف فينجرز باي لاترال او نسميها فايف ديجيتس تكون بالبيتد للبوستيريور بارت اوف ذا نيك، وبهيك حاله دزه الى
السونار الترا سونوغرافي انتيريور اند بوستيرير بارت اوف ذا نيك وتشوف انه هذا الليف نود كلها بالبابل اور نو. زين الانترا اورال اكزامينيشن، شوف دائما طبيب الاسنان هاي المحاضرات هو يعبرها يعتبرها يعني قضيه سيلي او سهله، لكن هي بالحقيقه انه هي اهم شيء عندك هو الاكزامينيشن. مفتاح الدايجنوسيس هو الهيستوري والاكسترا والانترا اورال اكزامينيشن، ولازم احنا نشدد عليه لان هو بهاي الحاله انت تنقذ بيشنت. مثل ما قلت لك يجي عده فد فيشل بالسي، اشوف اللور ليب ما يقدر يسدها، ما يقدر ينفخ حاجه، ما يقدر يصعد، يقول والله عندي هذا السن ملتهب اللور او الابر، يقول لك هذا الابر فايف مثلا بي انفكشن او بالتهاب، يجي يقول لك يوجعني وانا صار عندي من وراء هذا الخلل بالعضلات. واي راح تصادفكم هيك حالات بالفيشل بالسي. انت اذا شخصت فيشل بالسي او دزيته للاورال ميديسن او نيورو ميديسن او نيورو سيرجري فور تريتمنت، انت راح تنقذ النيرف انت راح تنقذه. زين من نجي للانترا اورال اكزامينيشن، الانترا اورال اكزامينيشن احنا بالماوث ايش عندنا؟ عندنا تشيك، عندنا الفلور اوف ذا ماوث، عندنا تشيك، عندنا فلور اوف ذا ماوث، عندنا دورزال، عندنا التانج الفنترال سيرفيس والدورزال سيرفيس اوف ذا تانج. من نجي للتشيك وعندنا الدنتال، يعني احنا مو بس عندنا تجي بالانترا اورال اكزامينيشن تجي تسوي بيركشن للدنتال، لا انت عندك هواي اشياء، عندك البكال ميوكوزا ممكن بيها السريشن، عندك المصل مثل اللاترال تريجويد اللي هي بالانترا اورال اكزامينيشن كلش مهمه. كثير من الكيسات يجي البيشنت عنده بين خاصه اذا عنده ديفكت بالاوكلوجن او يشوف الاسنان بها ويرنج، يجي يقول لك هذا سني يوجعني وتظل تدور هاي الحشوه اللي عنده مثلا صاير بها شورتج 1 مليم او هاي اللي عنده صاير شورت اوفر بها 1 مليم. هو من يقول الفين عنده هنا انت فحصت المصل شفت المصل، ممكن الاسنان كلها تكون تندر، ممكن تكون الاسنان كلها بيها مشكله بس السورس يكون هو مصل مو دنتال، لذلك انت شلون تميز بين انه هذا دنتال بين لو ماسكولوسكيليتال بين. على العموم هاي بالمحاضرات الاوروفيشال بين راح نشرحها، بمحاضرات التي ام جي ديس اوردر راح نتعمق بيها، لكن انا انطيك فتهنت على كل شيء كل بارت بالماوث بالانترا اورال والاكسترا اورال حتى تسوي له اكزامينيشن. شوف مثلا هسه بالبكال ميوكوزا انا باو على الاوبننج اوف ذا باروت الدك، على البكال ميوكوزا اكو بيها وايت ليجن، اكو بيها لينا البا مثلا، بيها ريد ليجن، بيها السر. الانترنال سيرفيس اوف ذا تانج، الانترنال سيرفيس او الفنترال سيرفيس اشوف انه السبمانديبولار دكت اوبننج والفلور اوف ذا ماوث اثنيناتهم اشوف نسوي الاكزامينيشن، شوف الفرينم واشوف السبمانديبولار دكت والاوبننج مال هنا. هذا الستنسنس بابلي الدكت بارات الدكت شلون اسوي له اكزامينيشن، الديجيت اثنيناتهم راح تخليهن عليها وتتحسس الدكت كلها، اشوف انه اكو اشوف اكو ستون بيها سادها او شنو المشكله الموجوده بهذا الطريقه. هنا عندك الليب والميوكوزا شلون تصير، شوف انه هذا اكو بلاك كلرز، اكو تشينج بالكلر بكل ميوكوزا هنا والليب كذلك. هذا التانج انت عندك تسوي تجيب جوز وتكمش التب مالته وتبدا تحرك رايت سايد وليفت سايد، تشوف انه اكو ابنورماليتيز، اكو السريشن موجود او لا. هنا الدورزال سيرفيس اوف ذا تانج البوستيريور بارت، تلاحظ هذه الابر واللور تير، هنا تخلي اصبعك انت الاندكس فينجر تخليه وتسوي اكزامينيشن تشوف اني ابنورماليتيز موجوده او لا. زين هنا السب مانديبولار جلاند شلون نسوي لها اكزامينيشن والفلور اوف ذا ماوث، تكون انت الستاندنج ماتك يكون بالفرونت اوف ذا بيشنت، راح تكون عندك الرايت هاند مثلا او ليفت هاند راح تكون
اكثر شيء رايت هاند تكون بالبالبيتد ذا فلور اوف ذا ماوث، والاذر هاندز الليفت تكون بالسب مانديبولار اريا حتى نسوي تو هاند يصير بها اكزامينيشن. وراح اشوف انه سلايفر جلاند بيها سوالينج، الليف نود مثلا سوالينج اور نوت. زين هنا انا شلون تميز انه هذه الليف نود لو صب مانديبولار؟ هنا انا اكو طريقه جدا سهله، يقول لك اذا سويت بالبيشن انترا اورال واكسترا اورال راح تكون هذه سب مانديبولار سلايفر جلاند. اذا كانت عندك البالبيشن انترا اورال ماكو وفقط اكسترا اورال راح نقول عنها هذه ليف نود. زين بهاي الطريقه تميز بين انه هذا الليف نود سوالين او تكون السب مانديبولار سلايفر جلاند. هنا اكو بعد سم اكسترا اورال ابنورماليتي سجستينج سيستميك كونديشن، مثل ما احنا حكينا قلنا الكلر، بعد عندنا الاي، عندنا الهاند، عندنا الليب. مثلا الاي يجيك واحد بهذه الاي هاي اكزوفثالموس، يعني معناها ثايرويد ديزيز، لازم تسال انه شو ياخذ من الدراجز وشنو اللي تريتمنت المستمر عليه، وشوف انه عنده ابنورمال بلاد بريشر، شوف عنده انه مثلا السيستوليك دائما يختلف عن الدايستوليك، الكوليسترول هم تشيكه، ممكن هذا هايبر كوليستروليميا، اشوف انه هذا البيشنت البلاد بريشر اكثر شيء، والبلس ريت يعني هذا تعطيه انستيزيا ما تعطيه انستيزيا. هذه هنا البلو سكليرا، وهذه البلو كلها اي. شوف هنا اكو اوستيوجينيسيس امبرفكت يجي بهذه الطريقه، هذه ممكن تقلع سن انه يصير عنده فراكتشر بالماندبل، فلازم انت تاخذ احتياطك. عندك هنا يلوش اي، اليلوش اي يعني ترمز دائما الى الجوندس، والجوندس هو البيلورومين اكثر من 3 فما فوق تطلع النتيجه مالته. قد يكون ليفر ديزيز، قد يكون اكثر شيوعا هو الهباتايتس. زين لازم تدزه على هباتايتس بي فيروس، هباتايتس سي فيروس، الهباتايتس عندنا محاضره كامله انه شنو اللي يدز البيشنت عليها. الفيس عندك هنا مثل البفالا هامز او مون فيس، البفالا هامز هنا فات في منطقه الشولدرز. اشوف مون فيس هذا كوشنج سيندروم او كوشنج ديزيز خربطه بالادرينال جلاند، فراح تعرف هذا البيشنت هو سيستميك سكلوروسيس تصلب الجلد، لان عنده شوف هنا الليب اتروفايد وعنده المايكروستوميا وعند الايجل نوز، وشوف السكن تاوت اراوند ذا ماوث، شوف كل السكن هو تاوت اراوند ماوث، واللبس عندك هذا يجيك لب سوالينج، انت تروح على الدنتل وتباع، بينما هذه انجيو اديما هاي اليرجيك رياكشن، هذا اليرجيك رياكشن يعني ما له علاقه بالدنتل نهائيا. شوف هذه البيجمنتيشن، هذه كيس تتبع للبيتز جيفر سيندروم، وهذه هنا يعطيك انطباع ان يكون عنده كولونيك بوليب اللي هو ميبي ديفلوب تو كولونيك كانسر. وهذا البيشنت نشوف هيك راح ادزه على بالجي اي تي وتقول له سوي له اندوسكوب حتى يشوف انه اكو فد كولونيك بوليب، هذا البوليب صاير بي تشينجز، لان هذا خلال 10 سنين ممكن يتحول الى سي اي. فلذلك انه انت راح تكون فد بوابة الى عمل شيء جميل للتشخيص وللمراجعة. هذا طبعا مو بس يعني بيدز جيفر سيندروم، هو عندنا بيجمنتيشن يصير بالماوث، واكو محاضرة يلقيها ان شاء الله اخونا دكتور كرار. الهاند مثل هاند ايش تعطيك انطباع؟ هذا ليفر ديزيز او سكن ديزيز، اشوف انه فد وايت نيل بيها. مثلا هنا أنا اشوف كلابينج فينجر، هذا الكلابينج فينجر هذا كاردييك ديزيز، ابو الكاردييك ديزيز يصير عده، وهنا بيتنج نيل كولونيكيا هاي تصير بالسيفير انيميك بيشنت. زين احنا هسه خلصنا محاضرتنا مع الانترا اورال اكزامينيشن والاكسترا اورال اكزامينيشن، فراح نطب لكم بمحاضره اخرى اللي هي اللاب انفستيجيشن.
اليوم احنا نشوف شفنا الهيستوري وحكينا شويه على الاكزامينيشن ونطب على المحاضره الاخرى اللي هي اللاب انفستيجيشن. لان احنا بالاكزامينيشن قلنا بالانترودكشن تو اورال ميديسين قلنا لازم نعرف نعرف شلون ناخذ هيستوري من البيشنت، شلون نسوي الاكزامينيشن اكسترا اورال وانترا اورال اكزامينيشن، وشرحناها بالتفصيل. بعدين انت راح تشوف في شيء معين راح تخلي في الديفرنشال دايجنوستس في بالك وتدز على لاب انفستيجيشن. شنو هاي اللاب انفستيجيشن؟ شنو اهم لاب انفستيجيشن احنا ناخذها؟ أحباء الطلبة، أنا أرحب بكم من جديد بمحاضرتنا Laboratory Investigation. يعني إحنا أخذنا History، سوينا للبيشنت دايلوج بسيط قبل الهستري، اطلنا للبيشنت علينا وشون يدخل، هل هو عنده Disabilities، لو هو Patient Normal Healthy Patient، Psychogenic Stress Patient، لو Normal Patient راح يجي يكون هو سيت على التشير، راح نجي ناخذ منه دايلوج، نسوي كوميونيكيشن، نضحك وياه شويه، ناخذ من عنده معلومات اللي هي الكومبليكيشن، وشنو السبب اللي اهم شيء، وشنو السبب اللي جاي العياده، يعني ريزن فور كلينيك فيزيتنج، ونشوف هذا البيشنت الاكسترا اورال اكزامينيشن باو على الاي، نباوع على الكلر اوف ذا فيس، ونشوف الباسكولر عنده ليجن او نشوف اسيمتري عنده لولا، ونجي هالنوب نسوي الليف نود اكزامينيشن والماسكولو سكيليتال اكزامينيشن، ونسوي الليف نود اكزامينيشن والماسكولو سكيليتال والجو، ايضا نسوي له اكزامينيشن بالاضافه الى الفيشل نيرف اكزامينيشن واللي هو كلش مهم. عرفنا هذا الاكسترا اورال اكزامينيشن، بعدين قلنا اكو بالاكسترا اورال فد علامات، يا اما تكون بالاي اكزوفثالماس، يا اما بلو اي، يا اما انه تكون عندنا باللب سوالينج،
يا اما تكون بيجمنتيشن موجوده، واكو عندنا ها تعطينا فد علامات الى ديزيز معين، يا اما انه يكون يلوش اي هذا تعطينا علامات انه هذا البيشنت جوندس. فتجي نشوف ليفر ديزيز، نجي الى بعض العلامات احنا يعني بالهاند ايضا زي كلابينج فينجر، الهاند يكون بيتينج فينجر، تكون وايت فينج وايت نيل، يعني ذني كلهن الكل اقصد النيل يعني طبعا. فهذا الاند اوف ذا فينجرز هذا يعطينا انطباع على دي ممكن ديزيز اللي نتوقعه. انا راح استمر وياكم ان شاء الله طلبتنا الاعزاء كل عملي وكل اثنين انا راح اراويكم كيس او كيسات من ضمنها الكيسات اللابراتوري انفستيجيشن، ومن ضمنها كيسات الحقيقه كوما ما مصورهن واللي مصورهن واللي طالع بها فد ديزيز معين ومكتشفي، هذه راح تكون راويكم اياها، وراويكم ايضا كيسات الاكزامينيشن اللي عندنا ونشوف من خلالها شنو هذا الديزيز وشنو اللي نتوقعه وشنو اللي راح نوصل الى نتيجة عن طريق انه بعد ما ندز الى لاب انفستيجيشن ويرجع لنا. فاحنا وصلنا هستري اكسترا اور اكزامينيشن انترا اور اكزامينيشن، وطبينا بالديفرنشال دايجنوسيس، وعلى اساس حتى اوصل الى اكيوريت دايجنوسيس لازم اسوي لاب انفستيجيشن. فهنا نقول لك الاكيوريت دايجنوسيس اونلي ترو كورنر ستور اون ويتش راشنال تريتمنت كان بي بيلد. هذا هنا يقول لك انه انت هذا التشخيص الحقيقي مالتك والعلاج الحقيقي مالتك يعتمد هذا العلاج الحقيقي يعتمد على التشخيص الصح. يعني انت هو كلستر هذيك مثل ما سولت لكم بيشنت اجى وعده ريفيرال بين على في بدايه الكلستر هذا في بدايه الاتاك ريفيرال بين على الابر 5، فانت من تسوي له اكسس اوبننج يعني اكيد انت راح تسوي له فد اكزاجريشن اكثر للكلستر هذيك، وراح يكون بيشنت اذا عده البين مره واحده راح يصير عده 1000 مره. فلذلك انت التشخيص الدقيق يعني راح يعطينا نتيجه وعلاج يكون دقيق. فتموم جوز تعرف الامراض وتعرف العلاجات مالته، بس شلون تعرف التشخيص مالته؟ زين هنا اللاب انفستيجيشن يصير عندي اني فد ثلاث ديزيز اقول هذا ديفرنشال دايجنوستس ثلاثه او اربعه، راح ادز على الفيزيكال اكزامينيشن اللي هو اللاب ستديز اللي هو اكستنشن تو فيزيكال اكزامينيشن. فاول شيء احنا باللاب انفستيجيشن احنا ايش عندنا؟ عندنا تشي اللي هو بايوبسي، ومثل ما شفت انسجنال بايوبسي اخذنا وقلنا لكم لازم تكون ديب، لازم تكون اكثر من 2 سنتيم، لازم تكون النورمال تشيو للاب نورمال تشيو، لازم تكون اذا عندنا السر من طبع السنتر ممكن يكون نكروسيز، هذه كلها حكيناها بالانديكيشن للبايوبسي او البروسيجر شنو المطلوب من عندنا من نجي ناخذ بايوبسي. عندنا البلد ممكن احنا نجي البلد نسوي له اكزامينيشن حتى يعطينا انطباع كميرر اوف ذا بودي اوف سيستميك ديزيز. اليورين والمايكروسكوبيكال اكزامينيشن اللي هي والبايوكيميكال والمايكروبيولوجيكال والاميونولوجيكال. ذن يعني شوف من 1 2 3 المايكروسكوبيكال مقسميها الى المايكروسكوبيكال، المايكروسكوبيكال مقسميها الى البايوكيميكال والاميونولوجيكال والمايكروبيولوجيكال. فاحنا قلنا لو عندنا تشي، لو عندنا بلد، لو عندنا مايكروسكوبيكال اللي قسمناه على مايكروبيولوجيكال اشوف بكتيريا فايرال شنو هذا اللي موجود، مثلا مونوسبوت اكزامينيشن شوف اكو سايتوميغالو فايروس لو لا، هذا فد اكزامينيشن مو الا تحضره يعني، بس اريد اوصل لك الصوره. There are three must commonly order lab investigation. احنا هسه نجي انت كطالب مو سبيشالست انت شنو اكثر شيء انت راح تتعامل وياه؟ الكومبليت بلاد كاونت والبلاد فيلم اللي هو
الكومبليت بلد كاونت من اسمه هو كاونت، هو حساب الخلايا السيلز اللي موجودة بالبلد، الوايت بي سي والار بي سي ومتعلقاتها، البيزك ميتابوليكال بانل والكومبليت ميتابوليكال او الكومبريهنسيف ميتابوليكال بانلز، ذني اللي هن يقصد بهن اليوريا والكرياتينين، زين، وبعض مثلا واحد عنده ام اي اشوف التروبونين 1، زين اشوف يعني الاكزامينيشن حتى اشوف انه هذا عنده كاردييك ديزيز ام اي او لا، او هو سوتابل فور دنتال اكستراكشن اور نوت. ذن احنا اهم شيء انا يعني في رايي انه هو انت كدنتست اذا او بيشنت يقول لك عندي رينال فيلر ديز يوريا وكرياتينين، هذا هو البيزك ميتابوليكال بانلز، او عدة تكون دايابيتيك دزها على الاتش بي اي 1 سي حتى شوف خلال 3 اشهر الجلوكوز مالته المستقر او لا، 5.3 او 6 او 7 حتى نعرف انه هذا دايابيتيك بيشنت اور نوت، كنترولد اور نوت. ا كومبليت بلاد كاونت هو اهم شيء انت كدنتست كطالب هو تعتمد اي بيشنت انت راح تشك به دز كومبليت بلاد كاونت، يعني انت باعتبارك جنرال دنتست فدز ممكن يطلع هذا البيشنت انيميك، ممكن يطلع بعده انفكشن، شوف واحد بيشنت عنده سوالين دز كومبليت بلاد كاونت، تجي نيتروفيليا، ممكن لا والله هذا عنده مثلا جنجايفل سوالين مثل الكيس اللي عندي ان شاء الله اراويكم اياها تطلع لوكيميا ويصير مونوسايتك انفلتريشن، فيصير عنده هذا الجنجايفل سوالين وتكون انت السبب في تشخيصه لهذا البيشنت. ميجرز الكومبليت بلاد كاونت هنا يعني several component and features of your blood including features، هنا أنا يعني ما أريد أكثر لكم الحكي بس هنا red blood cell يقول لك يا به هي carrying oxygen هذه بالفيزيولوجي نعرفها، white blood cell أكيد هي الفايت يعني للإنفكشن وهي defense mechanism، مو الهيموغلوبين هو المادة اللي تنقل لنا الأكسجين بالRBC هذه يعني من المسلمات لكن هي التذكير. الهيماتوكريت هو يقول لك proportion of red blood cell to the fluid component or plasma in your blood، يعني شقد عندنا red blood cell بالنسبة للبلازما، وهذه هنا لها صورة أعتقد راح أراويكم إياها بعدين، نشوف الهيماتوكريت شقد نسبة البلد زين الريد بلاد سيل الخلايا الدم الحمراء بالنسبة للبلازما الفوق بليتليت which help in blood clotting، البليتليت الموجودة بالبلد وظيفتها هي clotting. طبعا هذه هنا أنا راح يشرح لنا انه عندك هيمو مو كل شيء تهتموا لها يعني بس يعني اللي يريد يطلع انه البليتليت هي شنو كانت ميجا كاريوبلاست وبعدين ميجا كاريوسايت وبعدين ثرومبوسايت اللي هي البليتليت. مثلا الهيموسايتوبلاست اللي احنا بلاست يعني بعدي اماتشور هي هاي الهيمو هي اللي تعطينا برو اثروبلاست، برو يعني سابقا او بدايه الارثروبلاست، والارثروبلاست راح تنقسم الى بالنهايه بالنتيجه الارثروسايت، والمايلوبلاست ذلك يقول لك مايلويد واللمفويد، زين هي هاي هنا المايلوبلاست اللي هو البروغرانيلوسايت، زين اللي هي راح تعطينا الجرانيلوسايت ليكوسايت، هنا كلهن ذني كلهن ذني، شوف المونوبلاست المونوسايت نجي للأخير مننا المونوسايت اللمفوسايت الجرانيلوسايت ذني كلهن نسميهن ليكوسايت هذه نرجع لل
اي هذه كلهن نسميهن ليكوسايد. حاشوفوها هذه نسميها شنو؟ نسميها ليكوسايد. هاي الليكوسايد ايش تشمل؟ نقول ليكوبينيا. ليكوبينيا شنو؟ يعني عندك الجرانيلوسايد والاجرانيلوسايد ثاني صاير بين شنو؟ قلات. عندنا مصطلح بينيا مثلا وفيليا، مثلا نتروبينيا هذه معناه نازل النتروفيل، نتروفيليا معناها صاعدة النتروفيل، فمن نقول ليكوسايتوبينيا يعني نازل الليكوسايت. ليكوسايتوسيس يسموها يعني صاعدة الليكوسايت كلها. فمن تقول انت بالبلد عندنا ليكوسايت ايش نقصد بيها؟ نقصد بيها المونوبلاست، نقصد بيها الليمفوسايت. زين ان ذني الاجرانيلوسايت يعني الخلايا المناعيه الدفاعيه اللي ما بها جرانيولز، وذني من نقص من نقول عنه المايلوبلاست، كلهم في خانه الليمفوبلاست. المايلوبلاست هن الحقيقه ذني الجرانيلوسايت هي البازوفيل والايزوفيل والنتروفيل. ذني شوفهن الجرانيلوسايت، الجرانيلوسايت إذا قلنا جرانيلوسايتوسيس معناها شنو؟ معناها نتروفيليا وإزينوفيليا وبازوفيليا. البازوفيل وإزينوفيل ونتروفيل نسميها الجرانيلوسايت. الأجرانيلوسايت شوف أنا بادي من جوا، إذا تنتبهون أنا بادي من جوا، اللي ما بيهن جرانيولز اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت كلهن شو نسميهن؟ جرانيلوسايت. يعني أنا لو تحفظوا لي بس الجو كلش كافي. الثرمبوسايت يعني نقصد بيها البليتلت، ثرمبوسايتوبينيا يعني نقصان بيها. زين ثرمبوسايتوسيس يعني زيادة بيها. زين فنجي أنه هذا الارتري، هذا الارتري عندنا وايت بلد سيل. شوف ذني الوايت بلد سيل كلهن الخلايا الدفاعيه اللي هي الجرانيلوسايت والاجرانيلوسايت اللي هن كلهن نسميهن الليكوسايت. زين وعندنا بليتلت وعندنا ريد بلد سيل، هاي كلها البلد كومبوننت، كلها البلد كومبوننت. نجي على السي الكومبليت بلد كاونت اللي هو الانتربريتيشن وخلل صار عندنا. لا طب ليه صار؟ نرجع نشرح من جديد. هذه قلنا البليتلت هي تسوي كلوتينج. عندنا هذا اللي هو اللي تشوفونه، هذا مو اللي تحفظوه كله. زين احنا عندنا ستيم سيل، والستيم سيل عطتنا هيموسايتوبلاست، والهيموسايتوبلاست بس بدها تتقسم، بدها يصير بيها ديفرنشيشن. احنا اهم شيء نقرا هذا الاخير الليكوسايت. شو نقصد بالليكوسايت؟ هي الوايت بي سي، نقصد الخلايا اللي بيها جرانيولز اللي هي جرانيلوسايت، والخلايا اللي ما بها جرانيولز اللي هي الاجرانيولوسايت. من هنا اللي ما بها جرانيول؟ المونوسايت واللمفوسايت. ومنو بها الجرانيولز؟ اللي هي البازوفيل والإزينوفيل والنتروفيل. ذني لازم نحفظها. والثرمبوسايت هي بليتلت، فأي شيء بي نقصان يسموه ثرمبوسايتوبينيا، أي شيء بي زيادة يا اما انه فقط بالنتروفيل نقول نتروفيليا او بازوفيليا او ايزينوفيليا، بينما الجرانيلوسايت نقول جرانيلوسايتوسيس. زين الليكوسايت ليكوبينيا اذا قال اذا بيها زياده نقول ليكوسايتوسيس. هذه راح نوضحها بعدين بالتفصيل. هنا البلد كومبيننت وايت بلد سيل، ريد بلد سيل، بليتلت،
هذا يعني الموجود. الكومبليت بلاد كاونت نريد نسوي له فد انتربريتيشن او يوسفل ان ذا دايجنوسيس اوف، يعني انت اذا فسرت الكومبليت بلاد كاونت اللي هو قسمت الار بي سي، والار بي سي بها الهيماتوكريت والمين كاربوكسلر فوليوم والهيموغلوب كاربوكسلر هيموغلوبين والهيموغلوبين كونستريشن ذني والبليتلت الموجود بها، هسه راح نشوف الكومبليت بلاد كاونت شنو بي، والوايت بي سي نشوف الجرانيلوسايت اللي هي شوف البازوفيل وشوف النتروفيل وشوف الايزينوفيل، كل واحده تعطيك فد انطباع على ديزيز معين. هنا شوف فيريوس تايب اوف انيميا، يعني هذا الكومبليت بلاد كاونت اي انيميا راح يطلع لنا اياها، اي انفكشن سواء اكيوت او كرونيك انفكشن راح يطلع لنا اياها، الرجي اي الرجي ممكن راح تبين بروبلم ان ذا كلوتينجز البليتلت موجوده ممكن راح تعطينا انطباع. لذلك اي بيشنت انت تشك بيه دز على كومبليت بلاد كاونت. زين مثلا عندنا هنا هسه الكونديشنز اللي ذات كود كوز ان ابنورمال كومبليت بلاد كاونت، مثلا عندك اذا فيتامين ديفيشنسي، ايرون، مينرالز، اكثر شيء الايرون والفيتامين بي 12، البليدنج ديس اوردر، اوتوميون ديزيز، البون مور بروبلم، الكانسر، الانفكشن، انفلاميشن، رياكشن تو ميديكيشن، هذا كله راح يعكس لنا اياه كومبليت بلاد كاونت. طبعا هنا كم محاضره انت تحفظها شويه تصير صعبه، بس اذا رويناك كيسات ممكن راح يصير عليك سهله حيل. ما لنا علاقه بهذا الشارت والنسب اللي طلع لنا اياها. زين وهنا نشوف الوايت بي سي، الوايت بي سي يقول لك هنا النتروفيل واللمفوسايت والمونوسايت والايزينوفيل والبازوفيل، هاي كلهم شنو؟ الجرانيلوسايت والاجرانيلوسايت. هنا تلتعب نفسك تحفظ نسب وكذا هاي، لان هو المختبر راح يقول لك هذه عنده بازوفيل البيشن او هذا عنده ايزينوفيل، حتى سهل لك اياها. يعني الار بي سي والهيموغلوبين ما يخص البلد، هسه ما يخص الوايت بي سي ذني، ما يخص البلد شوف الهيموغلوبين ايش قد نسبه الهيموغلوبين اللي قلنا احنا، ايش قد نسبه كريات الدم الحمراء هم الموجوده، الهيموغلوبين قلنا هو الكرنت اوكسجين، الهيماتوكريت نسبه البلد قلناها على البلازما ايش قد عندنا بلد على بلازما، المين كاربوكسيلر فوليوم اللي هو مين معناه معدل، زين كاربوكسيلر فوليوم ايش قد معدل حجم الخليه حتى نشوفها اذا نورمال اوكي ماكو مشكله، اذا زايده نقول هاي ماكروسايتك سيل، اذا ناقصه نقول هاي صار الخلايا مال ار بي سي مايكروسايتك سيل. هنا لو هذا اهم من هذا الشيء، المين كاربوكسيلر هيموغلوبين اهم من المين كاربوكسيلر هيموغلوبين كونستريشن، هسه هنا كل ار بي سي ايش قد عندنا راح يصير بيه هيموغلوبين، ايش قد النسبه مالتها حتى تشوف انه انت اذا نازل صارت هايبوكرومك يعني الصبغه مالتها هايبو، او اذا لا زايد نقول الصبغه مالتها صارت هايبركرومك. زين وهذا ريد ديستريبيوشن ويت، هذا الويت بشوف بالايرون ديفيشنسي، البليتليت مو كلش مهم مثل ذني، اكثر شيء الهيماتوكريت، المين كاربوكسيلر هيموغلوبين، مين كاربوكسيلر فوليوم والبليتليت. شوفوا هسه هنا مثل 179 بهاي الحاله هو يعني هذا الشارت اللي شوفوا قدامكم او هاي الخريطه مالت الدم مال كومبليت بلاد كاونت، راح اشوف بيها الوايت بي سي وراح اشوف بيها الار بي سي. زين هنا صار واضح عندكم، شوف هذا هنا الهيماتوكريت، هذا الهيماتوكريت يقول لك انه انت 42% باكت ريد سيل فوليوم،
اللي هو هيماتوكريت. شوف ايش قد عندنا بلد، ايش قد النسبة 42، 1% وايت بي سي وايت سيل، و 58% بلازما فوليوم. زين، هذا من شوفه بصورة واضحة. هذا اللي قصدت لكم انه ايش قد نسبة الهيموغلوبين، ايش قد عندنا هيماتوكريت، ايش قد عندنا ار بي سي بالنسبة للبلازما. ريد سيل ديستريبيوشن هيستوغرام، هذا الهيستوغرام، هذا الهيستوغرام اللي نشوفه هنا عندك صعودا هو نمبر اوف سيل، عدد الخلايا الموجودة في هذا المحور الافقي. راح اشوف سيل سايز بالنسبة انه من 60، يقول لك من 60 الى 120، وهذا الصعود هو النمبر اوف سيلز. الصعود المين كوربوكسلر فوليوم هو المعدل حجم كرية الدم الحمراء، مين كوربوكسلر فوليوم من 60 الى 120. فايش قد شافوا هنا؟ طبعا هذا معدل التعدد 60 61 65 الى 120 حجم، جمعوهن ويسوون معادلة راح يطلع المين المعدل حجم كريات الدم الحمراء، لان انت مو كلهن هن نفس الحجم، هن احجام مختلفة، بس من تجي تسوي معدل لازم يطلع لك بمثلا خلينا نقول 80%، اطلع المفروض لك من 75 فما فوق. خلينا نشوف القسم يقول لك من 80 الى 100. زين، هسا احنا الايرون ديفيشنسي انيميا شلون تجيك مثلا دائما الكيسات اكثر شيء انت كدنتست يجيك هو يلوش فيس و او بيل فيس، انت تدز كومبليت بلاد كاونت راح تطلع عندك النتيجه مثلا بالكومبليت بلاد كاونت يقول لك هذه ايرون ديفيشنسي انيميا. زين، انت شلون تعرفها ايرون ديفيشنسي انيميا؟ نجي نشوف هذا الشارت، هذا الشارت مال ايرون ديفيشنسي انيميا، ما لنا علاقه بكل شيء، ما لنا علاقه بكل شيء. شوف هنا شو يقول لك، هو يعطيك اياها، يقول لك الار بي سي النورمال اذا تنتبهولها كانت 5 بوينت او 5 ملايين او 5.28، هنا 4.28 لو. الهيماتوكريت شوفه 9.7 راح يقول لك هذا قليل، الهيموغلوبين العفو، الهيموغلوبين مثل هناك كان 13 14. زين هنا 9.7، اذا هذا البيشنت شنو الهيموغلوبين مالته هم لو. الهيماتوكريت اذا شوفه 29 هم لو، هو جاي يقول لك لو. ال 9 المين كوربوكسلر فوليوم هناك راح يكون من 80 الى 100، شوف هنا 69. الهيماتوكريت هنا هم لو 22، اذا تقارن بين هذا اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا وبين الشارت اللي هو لونه اخضر طلعته لكم، هذا كان نورمال فاليو مقتكيا. الريد ديستريبيوشن ويث راح اشوفه راح يكون هاي. هنا شنو هذا؟ هنا راح تكون ايرون ديفيشنسي انيميا مثلا، مو بس الايرون ديفيشنسي انيميا بس هي المست كمان مثلا تجيك هاي النتيجة. هنا أنا راح أقول لك المختبر يقول لك هذا suspected iron deficiency anemia please check total iron binding capacity TIBC total iron binding capacity و serum ferritin، خاف عنده هذا iron deficiency anemia. إذا طلع serum ferritin نازل وطلع total iron binding capacity صاعد حيل، لا هذا يعني هو ليش؟ لان اسمه توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، القدره على اتصال الالبومين او البروتينات بالايرون ونقلها، اذا صاعد معناه الجسم يبدي يطلب بروتين هو على مود ينقل اكثر عدد من الايرون ينقلها الى الى الار بي سي على مود الهيموغلوبين. فهنا راح يصير عندنا شنو؟ راح يصير عندنا انه سيرم فيريتين قال لانه مستعمله كله، ايش قد عندنا خزين من الفيريتين مستعمله الجسم. هذا دائما بالفيميل يصير عندها مثلا
بليدنج، يصير عندها هيفي ام اس سايكلز، اللي عندها انترا ترانسفانكشن سيندروم، اللي مثلا بيشنت اولد بيشنت يجيك للعياده عمره 70 سنه، هو يشوف وجهه اصفر حيل، ولا اسوي له تحاليل يشوفه سيفير انيميك بيشنت، بعدين يشوف عنده هذا بليدنج من الجي اي تي، واذا الدز مثلا الى ابو الجي اي تي سب سبيشاليتي راح يطلع انه هذا البيشنت ممكن يكون كولونيك كانسر، ممكن بيبتك السرز، وهذا فد كرونيك بليدنج عنده، بس انت صار السبب لاكتشافه، وهذا هو اهم نقطه انت كجيبي. هاي هنا بالريد سيل ديستريبيوشن هيستوغرام، في يوم من الايام جبت هذا الهيستوغرام ومسحت ذني، جبته للطلاب تشرح لي، يعني انت هو موجود بمحاضرتك، الطلاب ضجوا قالوا هذا ما موجود، اجيت طلعت لهم اياه بالمحاضرة، هذا موجود بالمحاضرة. اشوف هنا من 60، قلنا هنا نمبر اوف سيل، هنا سيل سايز، من 60 الى 120 المين كوربوكسلر يكون بالمنتصف. اذا اتجه باتجاه هذا الاتجاه باتجاه ال 60 معناه صارت عندنا مايكروسيتيك ريد بلاد سيل، الخلايا الدم الحمراء، خلايا الدم الحمراء تكون تقل كخلايا، يقل الحجم مالتها. ماكروسايتيك اذا اتجه 120 130 فما فوق راح اشوف انه تعدى النورمال، يعني فوق المية، فوق المية يصير ماكروسايتيك سيل. هسه شنو سبب المايكروسايتيك؟ مو بس الايرون، بس الاهم شيء تلاسيميا هم تعطينا مايكروسايتيك ريد بلاد سيل. وشلون اميز التلاسيميا؟ عن طريق الايرون ديفيشنسي، هذا بحث اخر. الماكروسايتيك ريد بلاد سيل، ماكروسايتيك او ماكروزيتيك فوق المية اشوفها، هذه هنا فوق المية اشوف انه فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ميغالوبلاستيك انيميا والنون ميغالوبلاستيك انيميا، كلها تعطيك ماكروسايتيك ريد بلاد سيل. نجي لبلاد فيلم، بلاد فيلم هم مهم، حال الكمبيوتر بلاد كاونت، اكو نورموسايتيك نورموكروميك، يعني يقول لك يا ترى انه انت هاي الخلايا الدم الحمراء هي الصبغه مالتها طبيعيه و الحجم مالتها طبيعي، بس هاي مو معناها مو انيميك، لان انيميك بالكرونيك ديزيز تجي هيك، بس خلي نقول انت كطالب قول هاي نورمال. اكو مايكروسيتيك هايبوكرونيك، يعني تجيك الحجم كرية الدم الحمراء قليل، مثل مين كاربوكسلر فوليوم والمين كاربوكسلر هيموغلوبين، والهيموغلوبين كونستريشن ينزل، فصير الحجم مالتها صغير ويجيك اللون سمول، وتجيك الكروما الكرومك يكون يقل ايضا، هذا بالايرون ديفيشنسي انيميا. الماكروسايتيك هايبركروميك شوف انه لارج، واشوف الصبغه اكثر بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي. طبعا هنا المين كاربوكسيل هيموغلوبين والمين كاربوكسيل فوليوم والمين كاربوكسيل هيموغلوبين كونستريشن راح يزداد.